السلام عليكم. ليلة من ليالي الحرية عاشتها تعز البارحة بخطى أولئك الذين كسروا معادلة القوة باستبسال عجيب، وهم الذين شردتهم الميليشيا من منازلهم وأحيائهم وعادوا إليها منتصرين. تبدو تعز كبوصلة للمعادلة الجمهورية، تكسر معادلات القهر المفروضة بفعل الانقلاب والحصار، وتصنع من الخيود التي كانت على أقدامها سهاماً بحسب توصيف أبي الأحرار ذات يوم. التقدم العسكري الملحوظ قد يصنع تحولاً جديداً في مسار القضية اليمنية، إذ يتعلق الأمر بأهمية أن يأتي كسر الانقلاب من مدينة محاصرة حاول الانقلاب كسرها وقهرها. على الصعيد الميداني، قوات الجيش الوطني المسنودة برجال المقاومة الشعبية حققت تقدماً كبيراً في جبهات المعركة وسط المدينة وأرياف المحافظة. العمليات الواسعة لقوات الجيش الوطني في المدينة تركزت على مواقع الميليشيا في القصر الجمهوري ومعسكر التشريفات في الجبهة الشرقية، وتمكن الجيش الوطني والمقاومة من السيطرة الكاملة على المستشفى العسكري وأجزاء كبيرة من الجحملية، تكلل ذلك بتحرير مركز الميليشيا في قلب المدينة. مصادر عسكرية أكدت للمساء اليمني أن المعارك تتركز بشكل عنيف في محيط القصر الجمهوري. وعلى صعيد المواجهات في ريف المحافظة، قالت المصادر إن وحدات من اللواء 35 مدرع شنت عملية عسكرية استهدفت مواقع ميليشيا الحوثي والمخلوع في جبهات الأقروض والأحكوم والصلو في حيفان، وحررت العديد من المواقع المهمة. نخصص هذه الحلقة لمتابعة خارطة تقدم الجيش الوطني والمقاومة في جبهات تعز في سياق المستجدات السياسية. سيكون معي لمناقشة ذلك الصحفي وليد البوكس. أهلا بك أستاذ وليد. أهلا وسهلا مشاهدينا الكرام، نبدأ النقاش لكن بعد أن نتابع بمعيتكم هذا التقرير. معركة هي الأقوى والأشجع والأوسع أهدافاً، تلك التي تجري اليوم في مدينة تعز عاصمة المحافظة وفي ريفها الكبير. جيش الجمهورية الوطني تسانده المقاومة الوطنية الشجاعة يخوضان معركة مصير تتركز حول مستقبل اليمن في ظل ما يجري من مساومات مشبوهة حول خيارات اليمنيين المتصلة بالثورة والجمهورية والدولة الاتحادية. من هذه المدينة التي يملأها دخان المعارك انطلقت معركة الحرية من ساحة الحرية عام 2011، واليوم تحولت المدينة وريفها إلى ساحة مواجهات لا تكاد تهدأ، عنوانها نكون أو لا نكون. انطلق أبطال الجيش والمقاومة من ثعابات ولم يتوقفوا بعد ذلك. القصر الجمهوري ومعسكر التشريفات هدفان أساسيان، ومن ثم بقية المعسكرات التابعة للإنقلابيين في الحوبان إلى الشمال الشرقي من مدينة تعز. يأتي ذلك بعد أن طهر هؤلاء الرجال الأوكار التقليدية للإنقلابيين ومنطقتهم الأمنية الخالصة بجنوب شرق المدينة، والتي تمتد عبر ثعابات والجحملية وصالة ومحيط القصر الجمهوري. وخلال الساعات الماضية من عمر المعركة استعاد الجيش والمقاومة المستشفى الجمهوري ومواقع عديدة، من بينها أول وكر للحوثيين في الجحملية، بالإضافة إلى سجون سرية عثر فيها على عدد من المعتقلين المدنيين. انتصارات ترددت أصداؤها في مديريات الصلو وحيفان وصبر، حيث جرى تحرير عدد مهم من المواقع ويجري تحرير ما تبقى منها. معركة بنفس جديد وإرادة أقوى من الحديد. الأسلحة المتوسطة في عهدة مقاتلين شجعان غيروا بها وجه المعركة وأسسوا للتصور الأصلب والأقرب للحل في اليمن الثورة في مواجهة الانقلاب. أجدد ترحيب بكم مشاهدينا الكرام وببقية ضيوفنا الذين سينضمون إلينا تباعا، وبضيفنا هنا الأستاذ وليد البوكس. سيد وليد، حدثنا عن أهمية هذه الليلة من المعارك واليوم الذي تلاها. ما الذي حدث في تعز؟ ما أهميته على صعيد معركة المواطنين، معركة الوطن مع الانقلاب؟ نعم أخي وجيه، أولا مساء الخير لك ولجميع مشاهدي قناة بلقيس، وبالذات المساء اليمني وهذا المساء الخالص الذي يمد الآخرين ويمد الجمهور بآخر التطورات وملخص سير المعارك، خصوصا في هذه الحلقة، في خصوصا خلال 48 ساعة الماضية الأخيرة. المعركة تحديدا انطلقت في تعز منذ فجر البارحة، تركزت طبعا كما أيضا تناول التقرير في ثعبات والمناطق الجنوبية الشرقية من محافظة تعز. لكن هذه المعركة أيضا إذا ما قرئناها في السياق الرئيسي والمركز لمسرح العملية
لمسرح العمليات بشكل عام للمعارك الدائرة، فهي تركزت بدرجة رئيسية وخالصة في المربع الذي يعد الذراع الرئيسي والأيمن للرئيس المخلوع في تعز، وهو بالتالي من يعرف هذه المناطق تحديدا، الجحملية، صالة، ثعبات، أيضا حتى يكتمل القوس إلى محيط القصر الجمهوري. هذه المناطق كلها أيضا قيادات وضباط، من ضمنهم طبعا حتى نكون دقيقين في هذا الجانب، قادة معسكرات وألوية وأقرباء للرئيس المخلوع الذي هم من حكموا تعز طيلة السنوات الثلاثة العقود الفائتة، وحاولوا إخضاع تعز لسياسة نظام علي عبد الله صالح بشتى الطرق. تعز انتفضت بشكل كبير خلال 48 ساعة، وتحديدا عندما نقول هذه الانتفاضة نقول نقصد بهذه الانتفاضة على أيدي رجال المقاومة والجيش الوطني. بالتحديد تعز ذاقت ما لم تذقه أي مدينة أخرى حتى اليوم. حتى اليوم المعارك تدور في مناطق معينة، والقصف أيضا والقذائف والصواريخ تتساقط على أحياء، وهناك ضحايا في هذه الأحياء وهذه المناطق المسالمة لمدنيين، وهناك إصابات وسط المدنيين، وهناك قتلى. جميعنا أيضا شاهد المشاهد التي حدثت البارحة وقبلها أمس الأول للطلاب الذي أصيبوا في بقذائف وشظايا وغرقتهم الدماء أثناء عودتهم من المدارس. هذه الجرائم إذا ما استمرت الميليشيا في بارتكابها داخل مدينة تعز، أعتقد أنا وبشكل عام بأنها لم تعد تقاتل من أجل أن تحكم، هي الآن تأخذ بالثأر، لأن تعز مرغت أنوف الميليشيا وعناصر الميليشيا بالتراب خلال سنة ونصف، والجميع يشهد بذلك. ليس نحن في موقف الآن تقييم ما تقييم، هناك من يدافع عن حقه وعرضه وماله، وهناك من يريد أن يستحوذ ويرضخ الناس ويحكمهم بسلطة الميليشيا. تعز كانت من معروف يعني طيلة الفترات السابقة والسنوات العقود الماضية بأنها مدينة مدنية، محافظة مدنية، لا يوجد ما يعني ما يشغل هذه المحافظة خارج إطارها وسياقها التاريخي المعهود، مدينة مسالمة. وعندما تتحدث عن المدينة فإنك تقصد تعز بالتحديد، يعني في هذا السياق الذي يعرفه اليمن جميعا. حاليا هناك طبعا معارك تدور حتى الساعة في محيط القصر الرئاسي. القصر الرئاسي هذا طبعا هناك وكر من أوكار علي عبد الله صالح وميليشيا الحوثي، يستخدم كسجون سرية، يستخدم كمخازن للبارود، يستخدم كنقطة إمداد ما بين الجبهات جميعا، وبالتالي تؤمن القصر الجمهوري السوفيتيل والتباب المحيطة وجبل الوعشة، هذه التلال والتباب المحيطة التي تمركزت فيها الميليشيا بدباباتها ومدرعاتها وتقصف المدينة والأحياء. هم الآن في الرمق الأخير، إذا ما قرأنا السياق في الهلال أو القوس الذي يمتد من ثعبات، حسنات، صالة، هذا في الجهة الشرقية الجنوبية الشرقية، إذا عدنا قليلا ونتعمقنا إلى العمق للمعارك التي دارت هي في حي قريش في الجحملية، في الجحملية نعم، وبالتالي حي قريش أيضا يمتد بما في يعني الجحملية العليا والجحملية الوسطى والسفلى اللي هو قطاع، وجميع من في تعز يعرف ماذا تعني الجحملية، هي واحدة أيضا من. طيب لماذا تركزت يعني كان مركز الميليشيا في الجحملية، ولماذا تحدثت أنت قبل قليل على أن هذا المكان أو هذه المنطقة يعني ثبتت أركان المخلوع في تعز، أو ربما هي مكان تواجد عناصر موالين للمخلوع فيها، لماذا تاريخيا كان ذلك؟ أولا معروف بأن علي عبد الله صالح عندما كان في تعز هو شيد فيلته في هذا المكان، يعني في الجحملية تحديدا. من هذا المنطلق عمل علي عبد الله صالح على مد جذوره داخل المدينة، داخل لأطراف، استخدم أيضا من ضمنهم أيضا قادة ألوية، الضنين، مهدي مقولة، عبد الله القاضي، هذا أيضا أقرباء علي عبد الله صالح أو الرئيس المخلوع، هذا أيضا حكموا مربعات داخل الجحملية، داخل صالة، داخل بالمحيط بشكل عام، وبالتالي تحولت إلى ما يشبه الوكر، إلى مستعمرة صغيرة داخل تعز. السكان المحليين الأصليين لا يوجد الآن أحد في هذه المناطق،
جميع من فيها في القحمليه في صاله هم من المواطنين المخلوق لا جميع المواطنين السكان الاصليين اللي نقول رحلوا او غادروا او قسروا ومن بقي استبدلوا بالضبط استبدلوا باشخاص بميليشيا عناصر مواليه ايضا لجماعه الحوثي الانقلابيه وقوات علي عبد الله صالح المعروفه او يعني الحرس الجمهوري نعم مخلوق. هذه ايضا حتى المباني حتى المواقع استحدثت جميعها مواقع عسكريه ومواقع القناصة ومواقع للإمداد العسكري تحولت المدينة إلى ما يشبه المستعمرة العسكرية لكن أيضا دعني أخي وجيه يعني أضيف إلى هذه التفاصيل بأن هذا المربع يعني بما فيه الصالة وثعبت تصور بأنه أيضا كل المدارس اللي في هذه المنطقة بما فيها المستشفى العسكري هذا من أقدم المستشفيات في المدينة أقفل تماما وعطل عن العمل المدارس شلت تماما وتحولت أغلبها إلى ثكنات عسكرية من قبل الميليشيا الفلل التابعة لموالين لعلي عبد الله صالح وجماعة الحوثي وجماعة الحوثي تحولت جميعها إلى أوكار لقناصة طيب الآن هم أين يتواجدون أيضا ما الذي يعني على الصعيد المستقبلي ستؤثر في هذه المعركة التي حدثت في الجبهة الشرقية إلى أين سيهربون مستقبلا ما المتوقع خلال الساعات القادمة؟ هو مطلوب الآن تأمين هذه المناطق نحن أيضا قبل أعتقد قبل كم شهر أيضا جلسنا هذه الجلسة وتحدثنا عن نفس القوس هذا أو الهلال نصف الهلال كانت بالتوازي مع الجبهة الغربية وما بالضبط في الجبهة الغربية الشمالية والغربية نعم كانت صحيح. حينها أيضا تعز تتخلص من أو تفتح منفذ الجبهة الغربية ضباب في نفس المعركة أتذكر بأننا جلسنا وشرحنا بنفس السياق هذا وصل أيضا وصل رجال الجيش الوطني والمقاومة إلى عمق المناطق التي وصلوا إليها لكن ضعف الإمداد قلة الإمكانات قلة أيضا التمتع بالقوة العسكرية أو المدربة والمؤهلة هم مجموعة شباب خريجين جامعات خريجين مدارس يعني ليس هذا عناصر المقاومة نعم عناصر المقاومة نعم. بما فيهم أيضا الجيش يعني الجيش الوطني الذي يؤمن المناطق أيضا هو أيضا يخوض في الظهر المقاومة والذي والتي هي في المديرية في صبر في حيفان في الصلو في المقاطرة هذه أيضا ممكن أيضا نفصلها بعد أن نقرأ قراءة سريعة سياق المعركة التي تركز في الجبهة الجنوبية الشرقية في للمدينة في ريف تعز نعم في حاليا في المدينة هذه أيضا وصلت رجال الجيش الوطني والمقاومة وصلوا إلى نفس المناطق إلى موقع المكلكل إلى قصر صالة طيب في السابق ما الذي تغير الآن؟ لكن هم لم يؤمنوا الذي تغير الآن بأنهم استطاعوا أن يؤمنوا هذه المواقع استطاعوا أن يجففوا تماما أن يصطادوا أفاعي القناصة من داخل جحورها أن هناك اعتقالات ضمن أو أسرى من ضمن القناصة التي عثروا عليهم في هذه الأماكن المعاقل هناك أيضا قتلى يعني وللأسف نحن نقولها بشكل بأنهم قتلى من ضمن هؤلاء الذي المهاجمون الذي جاءوا إلى تعز من المحافظة أخرى هناك أيضا مناطق كانوا أيضا المدنيين يقنصوا منها حتى يعني كيلومترات مناطق لم تكن وسببت ربما رعبا كبيرا نعم رعبا وتساقط طيب مدنيين فيها طيب أستاذ ولي سنكمل النقاش في هذه النقاط لكن ينضم لنا الآن قائد قوات الاحتياط اللواء سمير الحاج مساء الخير سيادة اللواء مساء النور أخي العزيز سيادة اللواء تقدم لا شك أنه كبير في تعز سواء في الجبهة الشرقية أو في الريف في حيفان لكن حدثنا أكثر عن أهمية هذه المناطق العسكرية وهل هذا النصر الذي تحقق أو التقدم الذي تحقق سيبنى عليه بشكل أكبر من المرات السابقة شكرا لك أخي الكريم ولمشاهدي قناة بلقيس الحقيقة لعل أهم ما يميز هذه المواقع أنها من النقاط التي تطبق الحصار على محافظة تعز الحقيقة الناس المقاومة والجيش يعني ضاقوا ضرعا بهذا الخناق ومن ثم قاموا اليوم بعمليات نوعية كانت نتائجها إيجابية جدا لعل أهمها في المنفذ الشرقي تقدم والسيطرة على منطقة الصالة الاستراتيجية التي يعتبر القصر الجمهوري والأمن المركزي وجميع النقاط في جولة قصر الشعب هذه جاهزة الآن تحت مرمى المقاومة ولعلنا نسمع في قبل أيام إن شاء الله تفكك كبير جدا للمشهد في هذه
المنطقة، لأنها تعتبر مخنق رئيسي، وهي أيضا من خطوط الاستراتيجية الهامة الذي إذا تم السيطرة عليها ستفك كثيرا عن المدينة اختناقها. الأمر الثاني أيضا في ريف حيفان، العبث أصبح كبير جدا من قبل الميليشيات بالناس وبال يعني البيوت، وأصبح هناك عمليات نهب، بل عمليات وصلت إلى عمليات انتهاك لبعض الأعراض، أشياء كثيرة. فالناس الآن أصبحوا مهيئين إن شاء الله فك هذه المنطقة والوصول إلى منطقة الراهدة، ومن ثم قطع امدادات الميليشيا الانقلابية من خط تعز الراهدة وكذلك خط كرش الراهدة، وهذا سيغير في المشهد كثيرا. طيب سيادة اللواء، هذا الأمر الذي تتفضل به لن يكون بحسب يعني ما يقوله كثير من الخبراء إلا بتأمين ما تحقق اليوم من تقدم، إلا بدعم واسع للجيش الوطني في تعز وكذلك للمقاومة الشعبية. هل هذا متوفر الآن أم أنه قد يغيب كما حدث في أوقات سابقة؟ ودعني أخي العزيز، ربما لصالح المشهد يعني وما يحصل، أن أقول لك أن الدعم إن شاء الله موجود وبشكل جيد، لكن هناك إن شاء الله أمور ترتب لما هو أكبر من ذلك ستصح عنه الأيام القادمة، ولا داعي للحديث عنه في هذه اللحظة. طيب الآن هذه المعركة جاءت كمرحلة أخرى مما حدث في الجبهة الغربية، كانت معركة واسعة هناك، تقدمت الميليشيا ثم بعد ذلك في الريف، هذا التقدم بات يواجه الآن من قبل قوات الجيش الوطني. ما مدى اتساع هذه المعركة؟ هل سيؤثر على الجيش الوطني أم سيؤثر على الميليشيات بشكل أكبر؟ ودعني أقول لك أيضا أن الموضوع هنا متعلق بنفسية ومعنوية الجيش الوطني والمقاومة، وأيضا عموم المواطنين الذين أصبح اليوم وضعهم جيد جدا، بل يصل إلى درجات ممتاز. هناك شعبي كبير، هناك أيضا معنوية عالية لدى الجيش الوطني الآن، خاصة بعد تنظيم صفوفه وانضمام المقاومة إلى صفوف الجيش الوطني. كل هذه الأمور الآن بات الوضع دعني أقول لك أفضل من الناحية العسكرية والتكتيكية، وإن شاء الله المزيد من الدعم لهذه الجبهات ربما تحرر محافظة تعز كاملة، والتي هي عقدة من انتشار حقيقة للمعركة بشكل عام. طيب هذه المعركة سيادة اللواء جاءت بالتوازي مع تحركات سياسية عالمية، يعني من سياق حديث مبادرة أو اتفاق الذي تحدث عنه جون كيري بالأمس ورد وزير الخارجية عليه، هل هذا يمكن أن يعتبر أنه رد ميداني على هذه النقاط؟ هو دعني أيضا أؤكد لك موضوع آخر، بأنه لا يستطيع أي جهة، لا تستطيع، وأنا هنا أؤكد وأنا رجل مطلع على ما يدور في الجيش الوطني وفي المقاومة الشعبية، لا يستطيع أحد أن يفرض على شعب ما خياراته دون الرجوع لهذا الشعب. الشعب خياراته اليوم الشرعية التي اختارها بنفسه، الشعب أيضا خياراته ما تحقق من مخرجات الحوار الوطني ومن أيضا المبادرة الخليجية التي وافق عليها، التغيير الذي حصل بعد ثورة فبراير. لا أعتقد مطلقا أن تأتي أي مبادرة أيا كانت ما لم تراعي هذه المسائل أن تصل إلى أي طريقة. دعني أقول ربما الآخرين لهم حساباتهم الخاصة، لكني أؤكد لهم أنهم لا يعرفون طبيعة هذا الشعب الذي سيستمر أن يقاتل 100 سنة ولن يتوانى ولن يتراجع ويسلم بهذه السهولة التي ربما يتوقعوها. إذا سيادة اللواء سمير الحاج قائد قوات الاحتياط كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. بالعودة إليك أستاذ وليد، هل من نقاط للتعقيب على حديث سيادة اللواء؟ هو طبعا مطلوب فقط من كرسالة بأن يجب الاهتمام في هذا الانتصار والمحافظة عليه، خصوصا مع فتح المنفذ الغربي في السابق قبل كم شهر، والآن فتح المنفذ الشرقي، تكتمل أيضا العملية بشكل صريح لأن يصبح ظهر المدينة مؤمن تماما وتحرك الناس سهل وعودة الناس إلى حياتهم الطبيعية في هذه المناطق، وبالتالي على الجيش أيضا أن يركز على تأمين هذه المناطق حتى تعود حياة الناس، وما سيسهل أيضا عليهم تماما
بقية أن تستكمل بقية المعركة في المنافذ الأخرى. طيب في هذه النقطة أستاذ وليد، الآن المعركة في الجبهة الشرقية هل ستقطع الطريق على الميليشيات المتواجدة في ريف المحافظة في حيفان ومناطق الصلو والأقل عموما أم أن هناك طريق؟ نعم، من يعرف تعز المناطق هي متباعدة ومترامية تماما ما بين حيفان والجبهة الشرقية في المدينة نفسها، هذيك في الريف وهذيك أيضا في الـ 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 الريف الشرقي، يعني مسافة كبيرة جدا، مديرية وأطراف مترامية، وبالتالي عندما تؤمن هذه المناطق ستسهل أيضا يعني بمنع الميليشيا وحصارها في منطقة واحدة فقط وهي الحوبان والخط الرئيسي المؤدي إلى عدن وإلى الخدير الراهدة والراهدة. نعم، هذا هو خط الإمداد الرئيسي إلى حيفان والصل والمناطق، وبين الجبهة الشرقية في المدينة مدينة تعز الجبهة الشرقية وريف المحافظة بينهم أيضا مديريات، بينهم شرقي صبر، بينهم سامع، بينهم مديريات متباعدة ومترامية أيضا. لم تصل الميليشيا بالتحديد مثلا إلى سامع حاليا، لم تقطع المسافة الكافية، هي أيضا في شرقي صبر، في الأقروض، في المسراخ، في هذه المناطق، ولكن حاليا أيضا ممكن أن يسهل تماما تماما فصل المدينة عن ما يدور في الريف، وفصل أيضا شمال المدينة عن شرقها وغربها. يعني الميليشيات المتواجدة في الأقروط، الأحكوم، كذلك مناطق حيفان كمنطقة أوسع، هل لها مكان تهرب منه إذا ما قطع الطريق في يعني شمال دملة خدير إلى القرب من يعني المناطق الجنوبية الشرقية للمدينة؟ نعم، هو فقط ليعلم المشاهد أيضا ومن يحلل في هذا الجانب، أنه الشريان الوحيد الرئيسي حاليا الآن هو فقط الخط القادم من إب، محافظة إب، إلى تعز الحوبان بالتحديد، وهناك أيضا نقطة التقاء ما بين الخط المؤدي إلى المدينة والخط المؤدي إلى دمنة خدير عبر منطقة الحوبان، الزيلعي، منطقة الزيلعي، خدير، ومن ثم الراهدة، حيفان، الصلو. هذا الخط الوحيد هو الذي شغال حاليا مع الميليشيا، أو هو الشريان الوحيد المغذي لتعزيزات الميليشيا، تمر عبره إلى شرق، إلى ريف المحافظة والمديريات اللي هي كما قلت لك في السابق، اللي هي شرق مديرية صبر، بالإضافة إلى الأحكوم، مديرية المسراخ، الصلو، وحيفان أيضا بما فيها المقاطرة. هذه المناطق إذا قطع الدعم أو قطعت الطريق الرئيسي في خدير، عن ممكن أيضا أن تسهل تماما التعامل أو يسهل التعامل مع الميليشيات في هذه المديريات. الميليشيات أيضا لا تدفع هي بكامل ثقلها عموما في هذه بحسب مصادر بهذه المديريات، تدفع بمجاميع بسيطة جدا ومحدودة أو بقيادات من شمال الشمال من الميليشيات يديروا عصابات داخل هذه المناطق من أبناء هذه المناطق للأسف التابعين لعلي عبد الله صالح في هذه المناطق، قيادة مؤتمرية، قيادة ميليشياوية يدفع لها بتعزيزات. وبالتالي أنا لا أحلل جانب عسكري أو مسرح عمليات، فقط قراءة كصحفي مطلع بمصادر معينة. طيب سنكمل الحديث وسندخل أكثر في فهم لماذا حدث هذا الانقلاب في المعادلة بداخل تعز، لكن قبل ذلك نذهب إلى فاصل قصير، بعده مشاهدينا نستكمل الحوار، تفضلوا بالبقاء معنا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، نستكمل الحوار مع ضيفنا في الاستوديو الأستاذ وليد البوكس، الصحفي في قناة بلقيس أيضا. أستاذ وليد، هناك نوع من التغير الذي يحدث كل فترة وأخرى بداخل محافظة تعز يتيح للمقاومة الشعبية والجيش الوطني تحقيق انتصارات، هذا الأمر كيف أو ما هي مسبباته؟ هل هناك نوع من الانسجام الأكبر بعد دمج أفراد من المقاومة الشعبية بداخل الجيش الوطني يحصل، أم أن هناك قوة دافعة بداخل الإنسان في تعز تدفعه كل فترة حتى وإن غاب الدعم لتحقيق انتصارات؟ أنا أيضا كما قلت في السابق، الواضح داخل تعز بأن مجموعة تقاتل من أجل حقها في الحياة، في البقاء، في السلام أساسا، في المكان أيضا، وآخر معتدين
أو قادم من خارج، فبالتالي هي سياق المعادلة يفهم تماما وبشكل عام من الحادث الآن، من سير المعارك، من سير تقدمت الميليشيا وصلت إلى عمق المحافظة، إلى كل بيت لنقل في كل حي. هذه المناطق أخي وجيه والمشاهدين عليهم أن يعرفوا بأن هذه المناطق يعني لا يمكن، لا تتخيل أن تصل إليها، أن يصل إليها أي عنصر ميليشياوي قادم من محافظة صعدة أو دمار أو من بعض المحافظات. لكن ال- 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 وكانت تعيش بسلام آمن يعني بسلام بالغ، لكن عندما وصلت إلى هذه المناطق سممت الحياة، دفعت بالناس لحمل السلاح، دفعتهم إلى الصفوف الأمامية والمواجهات. لا يوجد أعتقد بيت في تعز خالي من قتيل، أو لا يوجد فيه جريح، أو تعرض للتلغيم، تعرض حتى لقذائف، لشظايا، لكل المناطق هذه في مدينة تعز بالذات، يعني في المدينة دفعت بالناس إلى المواجهة. وبالتالي من يحمل السلاح عن حقي ويدافع عن كرامتي وبقائي في الحياة من الطبيعي أن يستبسل ويقاتل بكل شراسة وتحمل وجلد، لأنه يدافع عن قضية، عن قضية عن حق أيضا بالدرجة هو الرئيسية. يقاوم في نهاية المطاف ولا يعتدي على الآخر. بالضبط. الذي حدث أيضا في سير المعركة حاليا بالتحديد بأنها من فترة إلى أخرى تشتد قوة الجيش الوطني والمقاومة في تعز بناء على الظرف القائم والراهن. أنت ليس لك خيار إلا أن تقاوم وتقاتل، ليس لك خيار آخر، أن تعيش، أن تنقل أو تنزح إلى محافظة أخرى لتعيش. جميع المحافظات متوترة، جميع المحافظات خاضعة، أغلب المحافظات التي تتواجد فيها عناصر الميليشيا أيضا الحياة فيها مدمرة. الناس أيضا من حقها أن تقاتل عن حق الحياة حاليا، وهذا ما يدور للأسف داخل مدينة تعز، وهذا الذي غير المعادلة. طيب دعنا نسمع أكثر حول واقع هذه المعادلة من هناك من تعز. ينضم إلينا القيادي في المقاومة الشعبية الأستاذ محمد النقيب. مساء الخير سيد محمد، حدثنا عن مستجدات آخر ساعة في المعارك بداخل تعز. حقيقة أخي الاشتباكات مستمرة في المحور الشرقي رغم أنها هدأت نسبيا قياسا بما كان عليه الحال خلال طوال ساعات النهار، لأن هناك تموضع وهناك إعادة ترتيب وانتشار لأبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في الأحياء السكنية التي حررها اليوم واستعادوها من بين أيادي الميليشيات التي عبثت بها وجعلتها ركام من الخراب والدمار، بالإضافة إلى ما قاموا به من تحرير للمعتقلين الذين قبلوا في تلك السجون لمدة عام ونصف، لمدة سنة ونصف، من قبل هذه الميليشيات التي احتجزتهم دون أي ذنب أو جريمة، ومنهم أحد المدرسين الذي يعني حيل بينه وبين النور لمدة عام ونصف، واليوم ما تم إطلاق سراحهم، والعديد من المدنيين الذين تم إطلاق سراحهم. المقاومة، الجيش الوطني والمقاومة يرتب وضعهم في المناطق التي تم استعادتها. فيما يتعلق بالمستشفى العسكري يشكل مكانة استراتيجية هامة وموقع هام جدا. الميليشيات حاولت بعد عشاء هذا اليوم أن تقدم بعض الآليات إلى أمام المحكمة التجارية للحيلولة دون استكمال التماشة التي يرتب لها ما بين بيت المخلوع وبين المستشفى العسكري شرق مدينة تعز، ليتم قطع دابر هذه الفئة الباغية. بالإضافة إلى الترتيبات التي يتم الآن في المحيط المركز الثقافي المطل على وادي صالة والمساند للجبهة المتقدمة المطوقة لمعسكر التشريفات المحاذي للقصر اللي تبت القصر الجمهوري. بالإضافة إلى ذلك هناك خطوات حثيثة يقوم بها الأبطال خلال هذه اللحظات للالتفاف على مواقع تشكل ضرر من في الاتجاه المقابل لوادي صالة،
حتى يتم استكمال تطهير تلك المناطق، كما أنه تم مغرب هذا اليوم إسكات تلك الدبابة التي كانت تقصف المواطنين وتعرض بقذائفها على المدنيين من تبات سفتر، رغم أنهم صعدوا دبابة أخرى، إلا أن الشباب لهم في المرصاد وهم على جهوزها واستعداد ومعنويات عالية. طيب سيد محمد، هذه المعارك لابد أنها أيضا تصاحبها الكثير من الدخول إلى بيوت، الناس عادت إلى منازلها، هل هناك مخاوف من وجود تفخيخات أو ألغام بداخل هذه البيوت؟ هل على الناس الحذر من العودة مسرعا أو بشكل سريع؟ وما هي الإجراءات التي تتم من قبل المقاومة الشرعية لتفادي حدوث إشكالات من هذا السياق؟ نعم أخي، تم استخدام معدات ثقيلة بغرض إزالة بعض الأقوام الترابية في بعض أكتاف الشوارع الداخلية في الأحياء السكنية في تلك المناطق، إلا أننا نعم أخي نؤكد أنها للإخوة الكرام أن ينتظروا ريثما تستكمل الفرق الهندسية نزع الألغام، لأن هذه الميليشيات أخي عديمة أخلاق تقوم بزرع الموت في كل الزوايا والبقاع وكل الممرات والأزقة، أنواع مختلفة من تلك الأدوات العبثية التي تعبث بالروح اليمنية التي استخدموها من إيران. هناك أخي ألغام بحجم الأصبع، هناك ألغام بحجم مختلفة وأشكال مختلفة وكيفية مختلفة وعبوات ناشفة، وألغام بأحجام سواء فردية أو على مستوى المعدات الثقيلة وما إلى ذلك. هناك أخي خبث غير عادي تشعر. طيب سيد محمد، أناس عديمية الإنسانية، إلا أننا ومع كل ذلك بعد أن تم تجاوز الخطوط الأمامية التي حاولوا أن يكثفوا فيها خبثهم وألغامهم والعبوات الناشفة، ما بعد تلك الخطوط الأمامية هي أقل، لأنهم حريصوا خلال الفترة الماضية أن يؤمنوا بقائهم من خلال زرع تلك الشريط محاذي للمقاومة الشعبية والجيش الوطني في المنطقة الشرقية، حتى الأزقة والممرات حتى المواصير أخي التي ألصقوا عليها عبوات ناسي يعني ألغام بحجم الأصبع، وربطوا بعضها ببعض من تلك الممرات بخيوط من التي لا ترى الشفافة جدا، بغرض إذا مر المقاوم ولمسها مجرد لمس على طول تنفجر، وحصل أضرار وحصل إصابات وضحايا، نسأل الله السلام كل تلك الآمال. نعم. طيب سيد محمد، هناك نقطة مهمة، هل أو للحفاظ على هذا النصر، ما هي الأشياء التي تحتاجونها من دعم لوجستي، من عتاد عسكري من قبل الجيش الوطني، قيادة الجيش الوطني، وما الذي وصلكم إلى الآن؟ حقيقة أخي ما يتم إيصاله هو محدود جدا ولا يفي بالاحتياج، نحن في أمس الحاجة لمعدات مختلفة وأدوات مختلفة وأسلحة مختلفة، وبالذات أخي لكاسحة ألغام، لكون المنطقة تلك يعني مملوءة سواء الشرقية أو الشمالية أو المحور الجنوب الغربي في جبل قرة والجنوب أو المحور الغربي في محيط جبل هان ومحيط المعسكر اللواء 35 أو الأرياف، أخي هؤلاء يزرعون الألغام وينثرونها نثرا في الأوساط، ونحن حريصون على الدم اليمني أيا كان، وحريصون على المواطن ألا يصيبهم ألا أذى، وبالتالي فالفرق الهندسية التي تقوم بنزع الألغام لا تستطيع أن تفي بالاحتياج الملح للكثرة وللانتشار والتوسع، رغم أنها تبذل قصارى جهدها، ونحاول قدر المستطاع عدم المرور أو عدم العبور إلى مناطق لم يتم تطهيرها بعناية مركزة، وفي هناك أساليب معينة يتم بعون الله عز وجل تم ابتكارها، يتم تجاوز هذه الألغام وهذه العبوات نسبيا كممرات ضيقة للمقاتل الذين يتقدمون إلى الصفوف الأمامية ويعبرون من خلالها، هناك تكتيكات معينة، هذه التكتيكات قد تكون مجدية للأفراد الجيش الوطني والمقاومة الشعبية كونهم على اطلاع ودلاية بها، لكن المواطنون لا يدرون، وبالتالي الضحايا نخشى أن تكون الضحايا من المواطنين كبيرة، وهناك فرحة عارمة أخي عندما حررت هذه المناطق، عاد الكثير من
العديد من الأسر إلى منازلها بعد فقدان وبعد فراق لمدة عام ونصف عادوا، والفرحة تغمرهم، بالإضافة إلى من تم تحريرهم من السجون عادوا إلى أسرهم وكانت فرحة غامرة. اليوم تعز أخي تحتفل، واليمن تحتفل، وكل أحرار الوطن العربي ويفرحون ويشاطرون هذه الفرحة الغامرة. ما يقدر الإشارة إليه أخي بأن هناك انسجام وتناغم في الأداء بين جبهات متعددة داخل المحافظة، وهذا كان بفضل الله أولا وأخيرا، ثم بفضل القيادة التي استطاعت أن تدمج المقاومة الشعبية في الجيش الوطني، وكان هذا الاندماج يشكل تناغم في الأداء فائق الوصف. فتجد بالوقت الذي تتقدم فيه المقاومة الشعبية في المحور الشرقي والمحور في عهابات والمحور الشرقي ما يتعلق بالمحافظة حتى أسوار معسكر التشريفات، نجد بالمقابل هناك حركة مماثلة في الاشتباكات بالمحور الشمالي والمحور الغربي في الجنوب، كذلك في الأرياف في العديد من المناطق التي منها أخي وهي الأهم هيئة العبد، تم تحرير العديد من التباب، وبالإضافة إلى ذلك وهي منطقة في غاية الأهمية، منطقة حيث تم تحرير المناطق المطلة على خدير وعلى الطريق الرئيسي التي تربط وهي بكل تأكيد ما بين عدن والحوان، وهي من الأهمية بكل تأكيد لقطع طرق الإمدادات على الميليشيا. أشكرك القيادي في المقاومة سيد محمد النقيب، كنت معنا عبر الهاتف من تعز. بالعودة إلى النقطة التي ذكرها سيد محمد أستاذ وليد، أو بالمرور إليها، تحدث عن عودة الناس إلى بيوتهم، تحدث عن الفرحة، فرحة المواطنين برجوعهم إلى بيوتهم، وهي الفرحة التي كانت ذاهبة عندما أخرجتهم الميليشيات من تلك البيوت، عندما فجرت بيوتهم في حالات أخرى. حدثنا عن الجانب الإنساني للانتصارات التي تتحقق في تعز دائما، كيف تفرح يفرح الناس وكيف يحزنون عندما تعود الميليشيا إلى هذه المناطق؟ هناك أيضا في داخل هذه المناطق، أو كما هو معروف في داخل محافظة تعز، تركز سكاني كبير جدا، وأغلب هذا التركز أيضا في المدينة بالتحديد، ليس في الأرياف حتى ولا، لكن في المدينة وفي المديرية القريبة، بحكم أيضا طبيعة العمل، بحكم أيضا طبيعة التحركات، وهذا معروف بأن تعز ذات تركز سكاني يعني كبير جدا. فتخيل أنت بأن المدينة أفرغت، لم يبقى في المدينة إلا الآلاف يعني، أو المئات الآلاف القليلة يعني جدا، يمكن تصل إلى 200 إلى 300 ألف، وهذه أيضا مشتتة ومجزأة. أنا أتحدث أيضا عن 2 مليون إلى وأكثر من داخل المدينة ومحيط المدينة القريب كسكان. القريب كسكان، هذه أيضا أغلب المناطق، أغلب المدارس، أغلب المراكز الحكومية والمنشآت الرئيسية والحيوية فخخت بألغام، فخخت بقناصة، فخخت أيضا بعناصر ميليشيا، دفعت الناس بمئة الآلاف إلى النزوح القسري. هناك أسر لم تنزح حتى بأشياء إلا بأشيائها الخاصة، الملابس الخاصة، تركوا، تعرضت هذه البيوت للتنكيل، تعرضت للنهب، تعرضت للسلب. فالآن أيضا مع هذه، وهي لنتحدث بدقة بأن هذا القوس أو الهلال، النصف الهلال الذي في الجبهة الشرقية، صالة، ثعبات، حسنات، حتى الجحملية، المستشفى العسكري، المناطق القريبة من التي تحولت إلى مسرح عمليات واسع للميليشيا وقوة الرئيس المخلوع، هذه أيضا هي مناطق أو أماكن بما فيها جزء، هي أساسا جزء من ريف المحافظة، من ريف المدينة، من الريف الداخلي للمدينة وليس الريف الخارجي. هي أيضا لهذه المناطق طابعها الخاص، الجسر الرابط ما بين المدينة والريف. هنا أيضا عندما توقف عمل هذه المناطق وبشكل عام الزراعي، تعطلت الناس، وتعطلت أيضا حياة الناس في عمق المدينة، وبالتالي أصبح العجز ليس على من نزحوا من هذه المناطق، بل على عمق المدينة التي تفتقر أيضا بشكل عام لكل الخدمات. الآن مع التحقق هذه كما قلت في السابق، فتح المنفذ الغربي، فتح المنفذ الشرقي،
مع تحقق هذه الانتصارات والتقدمات أيضا تتيح مجال للناس العودة إلى بيوتهم، الابتهاج بالوطن الأول ومزاولة الحياة الأولى بعيدا عن عصر الميليشيا. عموما الميليشيا عندما وصلت إلى المناطق هذه أخي وجيه، بس دعني أشير إلى سلبت الناس أشياءهم، أبسط على سبيل المثال الحيوانات، الأبقار، المواعز، سلبت الناس أبسط الأشياء حتى على مستوى الأشياء التي لا تلتفت إليها، الأشياء البسيطة جدا بما فيها الوجبات اليومية، كانت كلها مفروضة على الناس. من تقيم الميليشيا في محيط منازلهم، من تقيم في أسطح المنازل، من وبالتالي حتى عندما انتهت هذه الأسر من ما لديها من مخزون، دفعت بهم الميليشيا إلى النزوح إلى أرياف المحافظة وإلى أقصى أرياف المحافظة. والآن ها هم يعودون، ربما هناك شاهدنا كثير من الصور التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي. نعم. هل كانت هذه التجارب الإنسانية لتحدث لولا حدوث هذه الانتصارات؟ هل برأيك سيتعامل الناس في تعز بطبيعتهم وبتاريخهم المديد من النضالات على مستوى التراب اليمني بأكمله؟ هل كان اليمني التعزيون هناك ليتأقلموا مع ما تفرضه عليهم الميليشيا، أم أنهم سيثوروا وإن يعني خبت الدعم من قبل قوات الجيش الوطني في جزء من الأجزاء؟ هو طبعا الدعم يكاد يكون يعني بسيط جدا وجزئي جدا لمحافظة تعز بشكل عام، وهذا ما أخر حسم المعركة في تعز. يعني دبابة واحدة في تلة السوفيتيل أو فندق سوفيتيل تقصف المدينة وتحاصر الناس جميعا من التحركات، دبابة أخرى في منطقة مثلا الجعشة المقابل للسوفيتيل وللقصر الرئاسي تقصف أيضا جزء معين من المدينة وتعقد الحياة أكثر. وبالتالي طبيعة أو التركيبة لهذه المحافظة لا يمكن كما قلت في السابق لأبناء المحافظة وإلا الخوض بالدفاع عن أنفسهم بالنضال حتى آخر لحظة، وهذا ما حدث. كل بيت في تعز تقاوم، كل بيت تقاتل، ومن لم يقاتل يدفع أيضا بمعونات ومساعدات معينة بغض النظر عن الموالين، بغض النظر عن المنخرطين في الجبهات أخرى في مقابلة للمقاومة والجيش الوطني. لكن هناك الغالبية الأكثر أيضا هم يعني في صف الجيش الوطني والمقاومة بإمكانيتهم البسيطة المحدودة، وبالتالي من حقهم الآن أيضا، من حق أبناء هذه المناطق أيضا، أن يعودوا إلى أماكنهم، أن يعودوا إلى وظائفهم، المنشآت الحيوية. أنا كما قلت أيضا في السابق ويجب أن نشير، المستشفى العسكري هذا من أهم المستشفيات في المدينة، وقدم خدمات غير عادية لهذه للمنطقة الشرقية بمدينة تعز والمناطق الجنوبية وبشكل عام. تعطلت حياة الناس، شلت حياة الناس تماما. نعم. طيب أستاذ وليد، بنصف دقيقة، برأيك هل هذا الانتصار سيبنى عليه في معركة تعز الكبرى ومعركة اليمن الكبرى، وما هي البوادر؟ هي لا شك مدينة تعز أو محافظة تعز بشكل عام هي البوصلة الرئيسية لما يدور في 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 المنطقة بشكل عام، يعني في 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 المحيط بشكل عام. نعم. وأيضا ما يبنى على ذلك، لأن الجيش الوطني في تعز من الواضح بأنه جيش متماسك ومدعوم أيضا الآن من المقاومة. التناغم الحاصل الآن بين المقاومة والجيش الوطني والتوائم والذوبان في بعض الجيش الوطني والمقاومة أو الانضواء المقاومة في الجيش الوطني، هذا أيضا نواة رئيسية للمستقبل ولحسم المعركة بشكل عام. تبقى جزء معين يعني وهو الجانب الشمالي والشمال الغربي، يكاد يكون بسيط بما فيها المنفذ أيضا الرئيسي للحوبان لإمداد الميليشيا. ربما هذه أيضا تحسم كما قال الناطق، نعم، ربما خلال ساعات وربما خلال أيام. أشكرك جزيل الشكر الصحفي وليد البوكس، كنت معنا في حلقة اليوم من المساء اليمني، كما هو شكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحياتي أنا وجيه السمان وتحيات الزملاء في طاقم العمل التحريري والفني. إلى اللقاء.